السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستشفى فريد من مدرسة علوم وساينس. النهاردة إن شاء الله هنكمل الدرس تاني للصف الثالث الإعدادي. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا اني مقدرش اوصف العربية بالحركة المنتظمة، لان العربية بتتغير سرعتها بالزيادة او بالنقصان. عشان كده انا بقدر احكم عليها بحاجة اسمها الحركة المعجلة، او اوصفها بالحركة المعجلة. هي الحركة التي يتغير فيها سرعة الجسم المتحرك بالزيادة او نقصان بمرور الزمن. هي الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم بالزيادة او نقصان بمرور الزمن. طب ايه هي العجلة؟ هي معدل تغير او المعدل الزمني للتغير في السرعة، او مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن. ممكن يجي لي سؤال على المصطلح العلمي، مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن هيبقى العجلة، أو المعدل الزمني للتغير في السرعة برضه هيبقى العجلة. العجلة بتساوي مقدار التغير في السرعة على مقدار التغير في الزمن. يعني إيه؟ يعني دلتا عين على دلتا زين، دلتا عين على دلتا زين. دلتا عين يعني عين اتنين ناقص عين واحد على الفترة الزمنية. عين اتنين بتمثل السرعة النهائية، عين واحد بتمثل السرعة الابتدائية على الفترة الزمنية. طبعا الوحدة اللي بقيس بيها العجلة هي متر لكل ثانية تربيع. لما اجي برضو احل المسألة بحلها بالمثلث. طبعا العجلة بتساوي التغير في السرعة على الزمن. لما اكون عايزة العجلة هيبقى التغير في السرعة على الزمن. لما اكون عايزة التغير في السرعة هيبقى العجلة في الفترة الزمنية. لما اكون عايزة الفترة الزمنية هيبقى التغير في السرعة على العجلة. طبعا من خلال المثلث بقدر احل اي مساله واخبي الجزء اللي انا عايزاه. يعني مثلا هنا العجله هيبقى التغير في السرعه على الزمن. لما اكون عايزه الزمن هيبقى التغير في السرعه على العجله. لما اكون عايزه التغير في السرعه هيبقى العجله في الفتره الزمنيه، ودي بقدر احل بيها اي مساله. بعض الملاحظات المهمه قوي في حل المسائل برضو، لما اقول الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه يعني العجله بتساوي صفر. ليه بقى بيكون الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه السرعه بتساوي صفر؟ هقول لان السرعه الابتدائية هتكون بتساوي السرعة النهائية، فهيكون بيساوي صفر. يعني السرعة لا تتغير بمرور الزمن. يبقى ليه الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة بتكون العجلة صفر؟ هقول لأن معدل التغير في السرعة بيساوي صفر، أو السرعة لا تتغير بمرور الزمن، أو دلتا عين بيساوي صفر، لأن عين اتنين بتساوي عين واحد. طيب لما الجسم بيبتدي الحركة من السكون معناها ان السرعة الابتدائية صفر، لان انا بدأت من الصفر. طب لما الجسم بيتوقف معناها ان الحركة ان السرعة النهائية هتكون بتساوي صفر، او استخدمت الفرامل معناها ان السرعة النهائية بتساوي صفر. يبقى ان استخدام الفرامل او توقف عن الحركة ده بيعني ايه؟ ان السرعة النهائية بتساوي صفر. المسائل الخاصة بالعجلة بتكون مسائل سهلة وبسيطة. المسألة الاولانية هنا بيقول لي عايز العجلة السرعة اتغيرت السرعة من 6 متر لكل ثانية ل 12 متر لكل ثانية خلال 3 ثواني. طبعا 6 متر دي معناها ان هي عين واحد السرعة الابتدائية، وطبعا هنا هتكون عين اتنين. مقدار التغير في السرعة على الفترة الزمنية يعني عين اتنين ناقص عين واحد على دلتا زين. عين اتنين اللي هي 12 ناقص 6 على الفترة الزمنية هتكون بتساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. طيب لما اكون بقى بتكلم عن مسألة تانية، هنا مديني جسم بيتحرك بسرعة ابتدائية 7.5 معناها عين واحد. عايزين نحسب الفترة الزمنية طيب التي تصبح بعدها سرعة الجسم النهائية 4 أمثال السرعة الابتدائية. 4 أمثالها معناها 4 في السرعة الابتدائية اللي هي 7.5، يعني هتكون بتساوي 30 متر كل ثانية. دي السرعة النهائية، دي عين اتنين، وعندي عين واحد ب7.5، وانا عايز احسب الزمن. العجلة عندي ب10 متر كل ثانية. بعمل المثلث، العجلة بتساوي دلتا عين على دلتا زين. انا هنا عايزة دلتا زين، يبقى دلتا عين على العجلة. دلتا عين اللي هي عين اتنين ناقص عين واحد على الزمن. عين اتنين اللي هي 30 اللي انا طلعتها، وعين واحد 7.5 هو مدهالي، والعجلة بتساوي 10. هيكون في الحالة دي بيساوي 22 على 10، يعني بيساوي 2.25 من الثانية. ده بيكون اي مسألة خاصة بالعجلة بتكون سهلة قوي، بس المهم ان انا اكون حافظة القانون واقدر احدد السرعة الابتدائية والسرعة النهائية. ولو استخدمت الفرامل ده معناها ان السرعة النهائية اصبحت صفر، او لو الحركة بدأت من السكون يبقى معناها السرعة الابتدائية بيساوي صفر. العجلة المنتظمة بقى هي العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. يعني جسم بيتحرك بس يعني سرعته بتختلف، ولكن بتختلف بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. دي العجلة المنتظمة. يبقى العجلة المنتظمة هي العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. دي تسمى ايه؟ العجلة المنتظمة. لكن لما كنت باجي اوصف مسافات متساوية في أزمنة متساوية دي ايه؟ سرعة منتظمة. لكن سرعات متساوية في أزمنة متساوية دي معناها العجلة المنتظمة، ودي مهمة افرق بينها. يبقى المسافات المتساوية في أزمنة متساوية تسمى سرعة منتظمة، اما العجلة المنتظمة هي سرعات متساوية في أزمنة متساوية.
انا عندي العجله المنتظمه في نوعين، في عجله منتظمه موجبه وفي عجله منتظمه سالبه. العجله المنتظمه الموجبه زي ما احنا شايفينها كده بالظبط، هي بتزيد السرعه مع مرور الزمن، وبيكون ده الرسم البياني بتاعها او العلاقه البيانيه بتاعتها، هنا السرعه وهنا الزمن، وبيكون زي ما احنا شايفين علاقه الى حد ما هي طرديه بتزيد مع الزمن، علاقه طرديه بتزيد مع الزمن. اما العجله المنتظمه السالبه دي بيكون قيمتها سالبه وهي بتقل مع الزمن، بتقل مع الزمن، هنا السرعه وهنا الزمن، دي بتكون بالموجب ودي بتكون بالسالب. لما باجي اوصف بقى العجله المنتظمه الموجبه، هي العجله التي يتحرك بها الجسم تزداد سرعته بمقادير متساويه، وعلى فكره دي بتكون بالموجب دايما، وبتكون السرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه. يبقى العجله التي يتحرك بها الجسم عندما تتزايد ايه سرعته بمرور الزمن او في خلال ازمنه متساويه، ودي بتكون عين 2 بتكون اكبر من عين 1، وبتكون القيمه بتاعتها بالقيمه الموجبه. اما العجله المنتظمه السالبه، هي العجله التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساويه في ازمنه متساويه، ودي بتكون قيمه بالسالبه، وبتكون عين 2 اصغر من عين 1، ودي بتكون القيمه بالسالب. عين 2 بتكون اصغر من عين 1، دي العجله المنتظمه الموجبه ودي العجله المنتظمه السالبه، ولازم اكون برضو عارفه الاشكال البيانيه بتاعتها. هنا بعض الرسوم البيانيه، وعلى فكره دي من الاسئله الثابته اللي بتيجي في اي امتحان. يعني السرعه النهائيه بتكون اكبر من السرعه الابتدائيه في حاله السرعه في حاله العجله المنتظمه الموجبه، بتكون السرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه وبتكون القيمه موجبه، وده بيكون شكل البياني بتاعها، ده السرعه وده الزمن، وده بيكون شكل الايه الشكل البياني بتاعها. اما بقى العجله المنتظمه السالبه، بتكون السرعه النهائيه اصغر من السرعه الابتدائيه وبتكون قيمه سالبه، ودي بتتناقص مع الزمن، دي كانت بتتزايد مع الزمن، دي بتتناقص مع الزمن، وده بيكون شكل البياني بتاعها زي ما احنا شايفين نازل لتحت كده، دي السرعه ودي الزمن ودي العجله المنتظمه السالبه. طيب لما كنت بتكلم بقى العجله بتساوي صفر امتى في حاله السرعه المنتظمه، في حاله السرعه المنتظمه، وده من الاسئله بتيجي دايما في الامتحان، يقول لي ليه العجله بتساوي صفر، هقول في حاله السرعه المنتظمه، لان السرعه الابتدائيه بتساوي السرعه النهائيه، يعني دلتا عين بصفر. يعني ايه؟ يبقى العجله بتساوي صفر بيكون دلتا عين بكام؟ بصفر، دلتا عين بتساوي صفر، وده بيكون شكل البياني بتاعها زي ما احنا شايفين اهي، السرعه الزمن زي ما احنا شايفين هو الزمن بيعدي ولكن السرعه واقفه، او السرعه متوقفه، ده بيكون الشكل البياني بتاعها بتاع السرعه المنتظمه او العجله بتساوي صفر، ده السرعه وده الزمن وده بيكون الشكل البياني بتاعها. لو انا شفت الشكل البياني اللي قدامي ده وعايز احدد اوصف الحركه بتاعه الجسم، اول حاجه طبعا ده السرعه وده الزمن، لازم ابص الاول على الحاجات المكتوبه على الشكل البياني. طبعا من اول يعني من صفر لغايه هنا كده اللي هو الفتره الزمنيه اللي هي اول ساعتين، هوصفها بانها ايه عجله منتظمه موجبه، اول ساعتين اهي عجله منتظمه موجبه. طيب يعني ايه؟ يعني عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. عين 2 بكام هنا عندي؟ عين 2 اللي هي 60، عين 1 انا بدأت من الصفر، صفر على دلتا زين اللي هي الزمن كان ساعتين، يعني بتساوي 30 متر كل ثانية تربيع، ودي بيكون العجلة المنتظمة الموجبة. طيب ده بيكون اول ساعتين. طب انا بعد كده عندي من 3 ل 4 في الحتة دي كده بالظبط، انا عندي كانت السرعة 60 اصبحت هنا السرعة كام؟ 20. معناها ايه؟ معناها برضو عين 2 ناقص عين 1، عين 2 اللي هي كام؟ اللي هي 20 ناقص الستين على الفترة الزمنية اللي هي 1، اللي هي ساعة واحدة، من الساعة الثالثة للساعة، من الساعة الثانية للساعة الثالثة، يعني بتكون بتساوي كام؟ يعني هتكون ناقص 40 متر لكل ثانية تربيع، دي كده بالقيمة السالبة، يبقى برضو دي عجلة منتظمة سالبة. طيب عندي آخر ساعة بقى من الساعة الثالثة للساعة الرابعة، برضو هنقول اهو طبعا هنا ايه السرعه النهائيه اصبحت كام؟ صفر، والسرعه الاولانيه اصبحت كام؟ السرعه النهائيه اصبحت صفر، والسرعه الابتدائيه كانت كام؟ كانت 20 على 1، يعني 20 متر لكل ثانيه تربيع، وده بيكون العجله منتظمه برضو سالبه. يبقى انا ببص الاول ده اسمه ايه وده اسمه ايه. طبعا هنا الجزء الاولاني ده يعتبر عجله منتظمه موجبه، ودي بتعتبر عجله منتظمه سالبه، ودي برضو عجله منتظمه سالبه، وقدرنا نحسب كمان العجله بتاعتها. طيب برضو في الشكل البياني ده انا عايز اوصف العجله بتاعتي، عندي من A ل B ده السرعه وده الزمن، دي من A ل B تعتبر عجله منتظمه موجبه، من B ل C تعتبر العجله بتساوي صفر يعني السرعه منتظمه، من C ل D عجله منتظمه سالبه. نقول تاني، من A ل B عجله منتظمه موجبه، من B ل C سرعه منتظمه والعجله بتساوي صفر لان انا عندي توقفت اهي، ومن C ل D عجله منتظمه سالبه.
ملخص الأشكال البيانية عندي لما بيكون ده المسافة وده الزمن، المسافة والزمن. هنا لما يكون الجسم في حال السكون ده بيكون شكل البيان بتاعه. طيب لما بيكون سرعة منتظمة ده المسافة وده الزمن وده بيكون شكل البيان بتاعه. لما بيكون السرعة غير منتظمة ده المسافة وده الزمن وده بيكون شكل البيان بتاعه ده أو ده. طبعا السرعة المنتظمة العجلة بتساوي صفر، بس هنا المسافة وهنا الزمن، وهنا يعتبر سرعة منتظمة وده بيعتبر إيه؟ ده بيعتبر سرعة غير منتظمة، مسافة والزمن. طب لما أكون بقى لما أجي أوصف العجلة بيكون السرعة والزمن، مش المسافة والزمن، السرعة والزمن. ده بيكون هنا سرعة منتظمة والعجلة بتساوي صفر، دي بتكون عجلة منتظمة موجبة ودي بتكون عجلة منتظمة سالبة. لما أكون بقى عايزة أو يعني نشوف العلاقات البيانية دي ونوصفها، عندي ده المسافة وده الزمن، طبعا من هنا لهنا هتعتبر إيه؟ أيوه تمام، بتعتبر سرعة منتظمة. طب ومن هنا لهنا سكون. طيب ده السرعة وده الزمن، من هنا لهنا تعتبر عجلة منتظمة موجبة، ومن هنا لهنا العجلة بتساوي صفر أو سرعة منتظمة. طيب ده السرعة وده الزمن، ده بتعتبر إيه؟ سرعة منتظمة أو العجلة بتساوي صفر، ومن هنا لهنا هعتبرها عجلة منتظمة سالبة. لو جينا شفنا الشكل البياني دوت، ده المسافة وده الزمن، من ألف لب دي هعتبرها إيه؟ أيوه سرعة منتظمة، ومن ب لجيم هعتبرها الجسم توقف عن الحركة أو في حالة سكون. طيب هنا السرعة وهنا الزمن، من هنا لهنا هعتبرها يعتبر عجلة منتظمة موجبة، ومن هنا لهنا من صاد للام هعتبرها العجلة بتساوي صفر أو السرعة منتظمة. لو جينا نشوف هنا عايزين نحسب حالة الجسم أو نوصفها، هنا المسافة وهنا الزمن دي تعتبر إيه؟ سرعة منتظمة. ده المسافة وده الزمن، الجسم توقف عن الحركة. ده المسافة وده الزمن، من هنا لهنا هعتبرها انها اتحركت سرعة منتظمة وبعد كده توقف عن الحركة. من هنا السرعة وده الزمن، ده هعتبرها الجسم ايه؟ السرعة منتظمة والعجلة بتساوي صفر. هنا السرعة والزمن عجلة منتظمة موجبة وده عجلة منتظمة سالبة. دي بتعتبر برضو مسألة موجودة، انا كل ده المسائل دي بشرح من كتاب الامتحان وهي برضو المسألة موجودة في كتاب الامتحان. عندي في الشكل البياني ده عايز احسب السرعة الابتدائية، السرعة الابتدائية ده السرعة وده الزمن، انا بدأت هنا من كام؟ ايوه بدات من 10 متر كل ثانيه، يبقى السرعه الابتدائيه بتاعتي 10 متر كل ثانيه. طب انا عايزه اجيب العجله واحسب الايه ونوعها ايه. طبعا العجله هي عباره عن ايه، هقول عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. عين 2 بكام؟ عين 2 اللي هي السرعه النهائيه كانت كام؟ ايوه كانت 25. طب عين الابتدائيه اللي انا بدات بيها كانت كام؟ كانت 10. طيب دلتا زين الفترة الزمنية كانت قد ايه؟ كانت 5 ثواني. 25 ناقص 10 يعني هتبقى 15 على 5، يعني بتساوي 3 متر لكل ثانية تربيع. طبعا نوعها ايه؟ طبعا تعتبر نوعها ايه؟ موجبة. نوعها ايه؟ موجبة، لانها بتزيد مع الزمن. عندي برضو مسألة تانية في كتاب الامتحان بيقول لي ده السرعة وده الزمن، عايزين نحسب العجلة من ألف لب ومن ب لج. طبعا من ألف لب يعني هقول عين 2 ناقص عين 1، عين 2 بكام؟ السرعه هنا الاخيره كانت كام عند ب؟ كانت 20. السرعه الاولانيه كانت كام؟ كانت 0، انا بدات من الصفر هنا. طيب الفتره الزمنيه دي كانت قد ايه؟ كانت 4 ثواني، يعني بتساوي 5 متر لكل ثانيه تربيع. طب من ب لج، من ب لج برضو نفس القصه، السرعه النهائيه بتاعتي كانت كام؟ السرعه النهائيه بتاعتي كانت 0، انا وصلت للصفر في الاخر. طب والسرعة الابتدائية بتاعتي اللي انا بدأت منها في الجزء دوت كانت 20، والفترة الزمنية من 4 لـ6 يعني 2 ثانية، يعني هتكون بتساوي كام؟ ايوه هقول بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع، بس طبعا بالسالب، سالب 10 لكل متر بالثانية. ودي يعتبر نوعها ايه؟ دي تعتبر عجلة منتظمة سالبة، ودي بتعتبر عجلة منتظمة موجبة. من ألف لبه عجلة منتظمة موجبة، ومن ب لجيم عجلة منتظمة سالبة. برضو دي مسألة تانية في كتاب الامتحان، هنا بيقول لي في الشكل البياني اللي قدامي ده أنا عايز أحسب سرعة الجسم بعد مرور 20 ثانية. طبعا ده الزمن أهو، ده السرعة بعد 20 ثانية، يعني هنا تقريبا يعني هيكون بتساوي كام؟ أيوة 40 متر لكل ثانية، يبقى هنختار 40 متر لكل ثانية. هنا بيقول لي في الشكل البياني اللي قدامي دوت في دراجة كانت بتتحرك حصل فيها ثقب اتخرمت، يعني وقفت. طب وقفت في انهي دقيقه؟ استغرق اصلاحها قد ايه؟ طبعا هي كانت ماشيه بعجله منتظمه موجبه لغايه الدقيقه ال40 تقريبا، وبعد كده فضلت واقفه 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 لغايه ال80، وبعد كده رجعت تتحرك تاني من هنا، يعني يعتبر توقفت من 80 ل40، يعني توقفت حوالي 40 ثانيه 40 دقيقه، انا اسفه توقفت 40 دقيقه.
ده هي الفترة اللي توقفت فيها العجلة، هي دي تقريبا اهي كده من هنا لهنا، يعني توقفت حوالي 40 دقيقة عقبال ما اتصلحت.